نهر وجبل، زيتون ورمان، ولون أخضر منح دركوش الطمأنينة والسلام. فهذه البلدة التي تقع على بعد 35 كيلومتراً غرب إدلب بالقرب من جسر الشغور وحارم، يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وهي في الأصل كلمة سريانية تعني الطريق الصغيرة، تيمناً بضيق طرقاتها بين الجبال. والبعض يقول أنها تعني مهد الطفل لأنها تشبه المهد في وقوعها بين جبلين. تمتلك دركوش من المقومات ما يجعلها محطة جذب سياحية، لكنها كغيرها من البلدات السورية منسية وتائهة، وربما لا يعرف الكثير أنها موجودة أصلاً على الخريطة. لكن أهلها استطاعوا منذ أن بدأت الثورة أن يكتبوا اسمها كواحدة من المحطات التي خرج منها بقوة صوت الحرية. الجميع في هذه البلدة كسر قيود الخوف، حتى أطفالها تعلموا معنى النضال لأجل الكرامة، وأصوات أهلها تواصل الهتاف من أجل المطالبة بدولة ديمقراطية تحترم حقوق المواطن بالحياة والعدالة والحرية. ونظراً لموقعها الجغرافي المتاخم للحدود التركية، فإن دركوش أضحت محطة يخشاها النظام ويحاصرها باستمرار، نظراً لاستراتيجية موقعها أمنياً وعسكرياً. فأضحت هذه البقعة موئلاً للتعزيزات العسكرية بدلاً من أن تكون نقطة جذب سياحي. إقامة المتاريس والحواجز الأمنية لا تتوقف، وذلك بالقرب من مخفر دركوش والحيين الغربي والشرقي، وحملات اعتقال مستمرة وعناصر أمنية تنتشر في الشوارع والساحات والأسواق، ليست مهمتها حماية الأهالي بل تطويق المدارس والتضييق على المساجد. حيث نشرت تنسيقية أحرار دركوش أنباء عن تهديد للطلاب والأهالي لمنع خروج المظاهرات التي تخرج بالرغم من كل شيء. دركوش التي حباها الله سحر الطبيعة وخيرات الأرض، يؤكد أهلها أنهم أوفياء للتراب السوري ولدماء الشهداء. فهؤلاء الأحرار الذين يجازفون بأرواحهم للخروج طلبا للحرية، يقولون أنهم لن يتوقفوا ما دام في جسدهم عروق تنبض. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!